صح؟ الأوراق هذا السمان نفسك تجيبها تكون الزاوية تيتا بالنسبة للضوء الأزرق أكبر من الضوء الأحمر. إذا نروح على تيتا، إذا مقارنة تيتا 6:1 مقارنة تيتا ديال الضوء الأحمر مع تيتا ديال الضوء الأزرق بلو. إذا شنو عندنا هنا على تيتا؟ تيتا كتساوي، هذا نعلم أن تيتا تساوي لوندا على أ. إذا بما أن أ هي نفسها ما غتغيرش، إذن بما أن أ هي نفسها بالنسبة للشعاع الأحمر والأزرق، إذن غادي يكون تجربة بنفسهم، ما غيغيروش الفتحة، الفتحة باش خدمنا بها مع الشعاع الأزرق، هي نفسها غنخدمو بها بالنسبة للشعاع الأحمر، فإن تيتا ستتعلق بلوندا، وبما أن اللوندا ديال الشعاع الأحمر، شوفوا القيم هنا، اللوندا ديال الشعاع الأحمر شفناها في الدرس، اللوندا ديال الشعاع الأحمر أكبر من الشعاع الأزرق، لأن كنا شفنا ذاك الحزمة كاين البنفسجي تبعو الأزرق، وانتوما غادي انت كتوصلو عند الأحمر. وهنا طول الموجة كيمشي من 400 نانومتر اللي كتوافق اللون البنفسجي لعند 800 نانومتر اللي كتوافق اللون الأحمر. إذا أكبر طول موجة بالنسبة للإشعاع الضوئي اللي شفناه هو الضوء الأحمر، بما أن اللوندا ديال الأحمر أكبر من اللوندا ديال الأزرق، فإن إذا ما كانت اللوندا ديال الأحمر كبيرة تيتا غتكون كبيرة، فإن تيتا ديال الشعاع الأحمر إذا أكبر من تيتا ديال الشعاع الأزرق. إذن ستة كيف هي البقعة المركزية عند استعمال الضوء الأبيض؟ إذا شفناها في التمرين السابق بأن درنا ظاهرة الحيود ديال الضوء بضوء أحادي اللون، كتكون هذه البقعة هذه عندها نفس اللون وهو اللون ديال الضوء اللي درنا به ظاهرة الحيود، ولكن الآن إذا درناها بالضوء الأبيض قلنا هنا كتلقاو بأن البقعة المركزية هذه كيكون اللون ديالها أبيض، وهذه البقعة الأخرى هذه كيكون الضوء ديال كتكون ملونة بالألوان الطيف. إذن هو السؤال الأول على البقعة المركزية شنو غنقول لهم؟ إلا درناها الحيود بالضوء الأبيض البقعة المركزية غتكون بيضاء اللون. إذن 6:2 في حالة إنجاز تجربة حيود الضوء بالضوء الأبيض، فإن البقعة المركزية ستكون بيضاء اللون، ستكون بيضاء اللون. تذكرت من ديال انتهى ونتلاقاو في سنين مقبل.